رب العالمين. كابتن علاء، تحدي جديد، والنادي الاهلي عايز يواصل العروض الطيبه بعد مباراه انبي، وطبعا عايز يكسب ماتشات المؤجله علشان يرجع لمكانه الطبيعي على قمه الجدول. بص يا عم، الفتره دي مش فتره عروض، صحيح، فتره نتائج. على فكره مش على النادي الاهلي بس، على كل الفرق بيلعبوا كل 3 4 ايام دي. مفيش غيرنا، مفيش غير، لا، وفي يعني، في يعني انت والناس الزمالك وكده دايما انت الوقت ما بتدورش على اداء. انت بتدور، انت عايز تكسب، بس المهم بأقل مجهود، ان انت مش عايز تكسب مجهود زياده. يعني المباراه السابقه اتسهلت قوي. ليه؟ لان انت بدات هدف واثنين وثلاثه، فالامور حسمتها بدري، حسمت بدري جدا. في هدوء حصل الشوط الثاني، ماشي، مقبول، يعني هدوء مقبول. ان انت لازم غصب عنك انت بتهدى وبتريح شويه، انت مضغوط جدا بدريا، تعبان جدا، نتيجه ثلاثه برضو طمنتك شويه، فحصل الاداء بتاع الشوط الثاني. اللي انا بتمناه، او اكيد مستر مسلماني يتكلم فيه النهارده، هو عايز بدايه قويه جدا. النهارده بتلعب فريق فيه ميزه كويسه جدا، ومش ميزه الفريق هو دي دايما في علي ماهر. علي ماهر من نوعيه المدربين ايمن، بيحفظ كتير قوي، بيقعد في الملعب كتير قوي، فبيحفظ الفريق كويس قوي. في نوعيه مدربين كده، يعني هو واخد من كابتن حلمي طولان كتير قوي، واشتغل معاه فتره كبيره، بيحفظ لعيبته كتير قوي، بيحفظ كل المراكز كويس قوي. لما بيلعب فريق زي النادي الاهلي بقيمه وحجم النادي الاهلي، هو عارف قيمه النادي الاهلي، عشان كده هتلاقي النهارده تركيز اعلى في كل حاجه، بيحفظ اللعيبه كويس قوي، مين بيتحرك مع مين، وده بيتحرك ازاي، ويحاول النهارده هتلاحظ ايمن بدايه مباراه بيحاول يقفل كل الحاجات الايجابيه اللي عند النادي الاهلي، الاطراف بتقفل ازاي، التقدم بتاع محمد مجدي ازاي، هو بيلعب على الفرقه الكبيره كويس. مع الاعتماد على زي ما كابتن شريف اتكلم، ان هو عنده عناصر كويسه. يعني هو مش علي مش معاه فرقه اللي هي انا هدافع بس. في فرقه كده، لا، المصري عنده ميزه كويسه، ان هو بيدافع وحافظ كويس قوي، لكن لما بيستلم الكره عنده العناصر اللي ممكن تعمل لك قلق لو سبت المساحات اللي دايما انا بحذر منها في بدايه المباراه. عندهم الخط الامامي سرعه وقوه ومهاره، عندهم لعيبه كويسه قوي، وخصوصا كمان الاطراف بتاعته كويسه جدا. مزبوط. كريم واحمد شديد اتنين لعيبه كوره كويسين. صحيح. لو سبت مساحات للاتنين دول، لا، بقى هيعملوا عليك خطوره جامده النهارده. صحيح.